نوفلي عضو مجلس بلدي ممثل ولاية المصنعة. طبعا بادرة طيبة من سعادة المهندس عبد الله البلوشي، ولفتة ممتازة بالنسبة لنقل مشاكل أو صرخة مجتمع من ناحية المجال الرياضي، وتعتبر هذه المبادرة الأولى في الولاية. نعول عليها الكثير، ونتمنى أن تليها عدة مبادرات في جميع المجالات، سواء في مجال الرياضي أو جميع المداخلات مع معالي الوزراء. عش عبد الله المشيفري، جمعية المرأة العمانية بولاية المصنعة. بداية نشكر المهندس عبد الله البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة على هذه المبادرة الطيبة، وندعو شباب الولاية باستغلال هذه المبادرة وإخراج طاقاتهم وتعزيز طموحاتهم الرياضية داخل الولاية من خلال هذه المبادرات. هزاع محمد ناصر الخميسي، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية المصنعة. طبعا نشكر سعادة المهندس عبدالله محمد جمعة على هذا الملتقى، والفكرة صراحة بادرة كثير طيبة. هو تجمع رؤساء الفرق الأهلية في الولاية بخصوص اللقاء إن شاء الله اللي راح يستضيف أعضاء مجلس الشورى يوم الأحد ويوم الأثنين، ونقاش هموم الرياضة العمانية وبشكل عام، وهموم رياضة ولاية المصنعة بشكل خاص. وصراحة منطقة وبادر كثير كثير طيبة، وخصوصا اجتمعت رؤساء الفرق تحت سقف واحد. ونشكر سعادة المهندس على هذه الفكرة، ونتمنى أن يحذو حذوة جميع أعضاء مجلس الشورى في جميع الولايات، بحيث أن تعمل تقارب بين المواطن وعضو مجلس الشورى، لأن عضو مجلس الشورى النهاية هو يمثل الولاية ويمثل هموم مواطني الولاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زياد يوسف سعيد زديالي، نائب رئيس فريق الانتصار. والله اليوم حابين نتكلم عن الأندية بشكل خاص، يعني بشكل عام، لأن الأندية مفروض أنها تقوم باستثمارات تخدم الرياضة والنشاط الرياضي بغض النظر عن أو بدون ما أنها تعتمد على الاجتهادات الفردية أو الدعم من الشيخ أو الفلان الفلاني. فالمفروض أنه يكون في استثمار، يعني مفروض من الوزارة عليهم بحيث أنه يعتمدوا عليه وينموا المواهب الموجودة في الولايات. وبصراحة الولايات يعني أغلبها، خاصة أنا بتكلم عن الساحل، عندنا مواهب كثيرة وكبيرة، لكن لأن يعني قلة الدعم ما قادر تطلع هالمواهب للسماء مثل ما يقولوا. وبخصوص الاجتماع اللي اليوم صار، صراحة هو يعتبر الأول من نوعه، والحمد لله يعني اجتماع مثري ونقاط جدا جميلة، وإن شاء الله نتمنى أنها توصل ويكون فيها نتائج قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن راشد بن حمد الهدابي، رئيس فريق اتحاد شرس. أولا نشكر سعادة عضو مجلس الشورى المهندس عبد الله بن محمد بن يعل البلوشي على هذا الملتقى. صراحة الملتقى أعطى كل الأفكار الإيجابية اللي كانت تهم الشارع الرياضي في الولاية والفرق الأهلية، وانطباعنا صراحة انطباع جيد. واتمنى مثل هالملتقيات أو كل قطاع أو كل وزير مناقشة أعضاء مجلس الشورى، فكل قطاع يمكن يعبر عن نفسه يعني. فاستضافة اليوم حل الفرق الأهلية هذا يمكن يعطيه أفكار جديدة يمكن تخدم الولاية. فنسأل الله التوفيق إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى الله يوفق المهندس عبد الله في مناقشة الوزير، ويكون شيء مثمر في أرض الواقع على مستوى الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عبد الرحيم علي صالح البلوشي، رئيس فريق بعبال الساحل. أولا اللقاء ما شاء الله كان لقاء جيد، ومحاور طرحت وآراء تبادلت فيها، وكان في نتائج إن شاء الله راح ترفع ليوم يوم اللقاء مع معالي وزير الشؤون الرياضية. دور الشباب في المجتمع مهم جدا، وهم نواة المجتمع والمستقبل كل على الشباب. ونثني وزارة الشؤون الرياضية على دعمها الدائم للشباب وعلى مسيرة التنمية الرياضية في البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خالد سليمان الشبيبي، رئيس فريق التضامن ولاية المصنعة. سعدت اليوم باللقاء الودي اللي نظمه سعادة المهندس عبد الله بن محمد البلوشي، اجتماعه مع
الفرق الأهلية ومع المهتمين بالرياضة في الولاية. بادرة جدا ممتازة وآتت ثمرها من خلال الاقتراحات والنقاشات اللي صارت والجو الودي اللي تمت فيه النقاشات، كان جدا مشجع، وهذه لفتة كريمة جدا لأنها من المناسبات النادرة تحصل ناس تجتمع حول موضوع معين مثل كذا. جدا مرتاح من النتائج اللي طلعنا بها من الورشة أو من اللقاء اليوم، واتمنى إن شاء الله أنها تتكرر يعني لمصلحة الولاية ومصلحة الرياضة. كلمة بسيطة أوجهها للشؤون الرياضية، الوزارة ما مقصرة في الدعم للأندية، ولكن نشوف محتاجين أيضا دعم وعن قرب للفرق الأهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز بن محمد منوري، فريق النجوم الرياضي. في البداية نشكر سعادة المهندس عبد الله البلوشي عضو مجلس الشورى على هذه البادرة الطيبة التي تجمع فيها الرياضيين في الولاية وناقش فيها العديد من المواضيع اللي تهم الرياضة في الولاية بشكل خاص والرياضة بشكل عام في السلطنة. أتمنى أن يعني مثل هذه المبادرات نشوفها تتكرر، يعني ما تكون بس في فترة معينة، دائما نريدها تتكرر إن شاء الله أنها تثري الرياضة في السلطنة. وأتمنى إن شاء الله أن رياضتنا إن شاء الله تتقدم في المحافل الخارجية إن شاء الله. وشكرا للجميع ولسعادته على هذه المبادرة الطيبة. شكرا. حمد بن خليفة الصولي، رئيس فريق سور المقصر. يعني شرفني في هذا اللقاء، يعني تقدم بجزيل الشكر لسعادة المهندس عبد الله محمد بن جمعة البلوشي. حقيقة مبادرة يعني جميلة، مبادرة رائعة، مبادرة يعني هكذا نبقى عاجزين مثل هذه اللقاءات، يعني تتيح لنا الفرصة للقاء، للالتقاء مع أشقائنا رؤساء الفرق، لتبادل الهموم، لتبادل الآراء، لتبادل الأفكار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فعلا خرجنا بحصيلة جدا إيجابية تعزز الرياضة العمانية بشكل عام، وأيضا فرقنا ونادينا وكلنا شركاء في خدمة عمان وقائد عمان وأيضا الشباب والرياضة بشكل عام. أسأل الله يقدرنا دائما وأن نكون عند حسن الظن بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أوجه كلمة شكر وتقدير لجميع رؤساء الفرق الأهلية وأعضاء مجلس البلدي والمشايخ ولكل من حضر وشاركنا في هذه الأمسية الطيبة، لقاء جمع الأخوة وحول بيان معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية. بيان معاليه تمحور على عدة نقاط ومحاور، يعني تكلمنا عن أمور كثيرة تهم المصلحة العامة ومصلحة الولاية بشكل خاص. أثرونا حقيقة رؤساء الفرق بمشاركاتهم وأفكارهم واقتراحاتهم، أيضا يتناقشنا في أمور يعني خارجة عن أمور الرياضة، هي الرياضة المدرسية. الرياضة المدرسية أيضا عامل مهم جدا أيضا، فنحن أيضا سنعمل على هذا الموضوع بشكل جاد. أيضا سوف نناقش معاليه بتبني وصقل الطلبة المتفوقين في المدارس من الجانب الرياضي. أيضا كلمة شكر وتقدير أيضا أحب أوجهها إلى الجواد الرابح زوم، هذه الشركة الجميلة اللي هي من تجمع من أبناء الولاية شباب طاقم جميل جدا تواجد معانا اليوم في يوم كامل. أيضا أوجه شكري للفاضل مازن الشكيري، أيضا جزاه الله خير على تواجده اليوم معاي وقدم تقديم رائع. أحب أشكر كل من ساهم ووقف معاي في هذه الأمسية الجميلة وأشكره، جزاك الله خير. بادرة الأولى من نوعها، بادر بها سعادة المهندس عبد الله بن محمد بن جمعة البلوشي، نوجه له كل الشكر والتقدير، ونوجه أيضا كل الشكر والتقدير لرؤساء الفرق الأهلية والرياضيين بولاية المصنعة. كان معكم مازن الشكيلي من شركة الجواد الرابح للإعلام.